محمد صبحي خريج جامعة اسكندرية دفعة 2010، جايين النهاردة عشان نتظلم من قرار تعيين دفعة 2010 تظلمات جيد جدا، ودفعة 2010 جيد، ودفعة 2011 جيد جدا. الأسماء كانت موجودة في القرار دوت أيام محمد ممتاز رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وتم حذف بعض الأسماء اللي هم بيقولوا رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي بيقولوا إن إحنا تبع إخوان مسلمين أو تبع معرفش إيه. إحنا لا لنا علاقة لا بإخوان مسلمين ولا لنا علاقة بغير إخوان مسلمين، ولا لنا علاقة لا بسيسي ولا غير السيسي، ملناش علاقة، ملناش أي ميول سياسية بتاتا، لأن إحنا دخلنا سنة أولى حقوق عارفين إن إحنا في يوم من الأيام عايزين نتعين وكلاء نيابة، لكن لنا علاقة لا بالسياسة ولا بغير السياسة. إحنا كل همنا إن إحنا نذاكر ونطلع من أجيب على تقدير عشان نتعين بمجهودنا، ما نروحش الواحد ندفع له فلوس عشان يعيني، أو واحد نروح نتذلل له عشان يتعيني. جبت تقدير، خدت دبلومة الأول على جامعة اسكندرية علوم إدارية بتقدير امتياز، خدت دبلومة قانون عام تقدير جيد جدا، وأرفقتها في ملفي وبرضك واتحطيت في القرار، وكنت موجود ضمن القرار الملغي في عهد محمد ممتاز، وتم حذف اسمي من القرار. ليه؟ عشان معيش واسطة، أنا لا ليا أقارب إخوان ولا غير إخوان. ودفعة 2011 جيد جدا، كانوا كلهم مجموعة من الأوائل، تم حذف منهم بعض الأسماء برضك بسبب برضك ان هم معهمش واسطه، برضك ما فيش حد فيهم لا سياسه ولا بتاع، لان احنا اصلا اتحطينا اسماءنا كانت موجوده في قرار اتعمل لنا تحريات، فبناء على ايه اتشالنا من القرار؟ يعني ايه حامد عبد الله كان في القرار القديم، محامي المستشار حامد عبد الله كان في القرار القديم، كان في المجلس القديم والمجلس الجديد، ازاي اختارنا في المجلس القديم وازاي اختار وازاي استبعدنا في المجلس الجديد؟ عايزين نعرف، بس ده احنا عايزين نعرف الحق تعرف السبب. يعني الكشف القديم برضه نعش، بس الكشف القديم برضه كان في ظلم، انا عايش على جامعه القاهره وما كنتش مقبول برضه في الكشف القديم والكشف الجديد، الكشف القديم كان في ظلم والكشف ده في ظلم جامد، الكشف دي كان في ظلم يعني حنين، الكشف ده في ظلم باين. بس اسمي كان في الكشف 587، اب وام جامعيين، مادي بحاله زراعيه، امن عام سليم 100%، امن وطني سليم 100%، ماليش في السياسه ولا، ومع ذلك اتشلت برضه، وما اعرفش السبب ان انا اتشلت عشان حسبي الله ونعم الوكيل.